الشارع على حق الدافع ضد الضرائب ضد الخيرات. لكن هذا النداء لم ينجح، والشعب الذي دعته جهات سبع على الأقل للنزول إلى الشارع لم ينزل. تسين زهران سرعة المال العام. الحزب الشيوعي، حزب الكتائب، حزب سبعة، بيروت مدينتي، بدنا نحاسب، اتحاد العمال والمستخدمين، حزب الوطنيين الأحرار، التظاهرة ضد الضرائب كانت أشبه باعتصام. لكن صوت المعاناة أقوى من العدد. عم بيجوعونا والفقر كتير، يعني بقبض المعاش ما بكفي 10 أيام. 42 سنة تقريبا، هيدا راتب التقاعدي، إضافة على 200,000 ما بيدخلوا بالراتب، بصلب الراتب، اسمه انغلاء معيشة. يعني كله معاش 762 دولار. ما بنتمي لحدا ولا لحزب ولا بحياتي انتميت لحزب. جيت على المظاهرة بس تقلن انه هني موظفين والشعب هو الدولة. بقى الناس اللي قاعدة ببيوتها او الناس اللي بعد عندها شك او الناس اللي بعدها مأمنة فيهم، اذا هني عندهم اصحاب عمل وعندهم موظف ما عم بيقوم بشغله، شو بيعملوا؟ مجلس النواب أقر الأربعاء الماضي الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، والكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية، فهل يقف في صف الناس؟ وقفتنا اليوم مثل عشرات المرات اللي قبله تنضوي على مجموعة حاكمة فشلت بكل ملف بينطرح أمامها. عم نطالب رئيس جمهوريتنا بتطبيق واجبه الدستوري بسهر على احترام الدستور واستعمال صلاحياته برد القانون ليعاد درسه بمجلس النواب والتصويت عليه على أساس المادة 36 من الدستور، وتصير جلسة علنية متلفزة. فرضوا ضرائب غير مباشرة على الفقراء، هذا اللي جاي نحن نأكد عليه. هل اللي ما بيشتغل واللي ما بيستفيد من السلسلة ليش بده يدفع ضرائب؟ فينا نفهم ليش؟ اللي عم يستفيد من السلسلة أساساً لازم تتمول سلسلته من الريوع المصرفية والعقارية والأملاك البحرية والفساد، هذا ما عملوه بشكل كامل. تقول الحكمة الشهيرة: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لكن الوضع مختلف هنا. هنا الكلام من ذهب. فوتون رعد، قناة الجديد.